كما سبق قلنا في من بعد ندوة الصحفية اللي كنا درنا من بعض الاجتماع ديال المنخرطين، أن هذاك الاجتماع جاء كرد فعل أو كإجابة على التطلع على الوقفة اللي كانوا داروا الجماهير الرياضية ديال نادي الرجاء الرياضي، واللي طالبوا فيها بإقالة المدرب جمال السلامي وكذلك إقالة المكتب المسير. وبالتالي كان ضروري باش كبرلمان ديال الرجاء كان ضروري على أننا نلتقي ونتشاور فيما بيننا ونتحادث حتى نستطيع أن نجد حلا أو أن نجد بداية حل لهذا المشكل الذي يعاني منه فريق الرجاء الرياضي. وبالفعل كان هناك تجاوب كبير ما بين السادة المنخرطين الذين تحملوا مسؤوليتهم الكاملة كبرلمان ديال الرجاء، وتم دراسة المشكل المطروح بكل جدية وبكل مسؤولية، وما يدل على أن هذا الطرح ديال المشكل ما بين المنخرطين ديال الرجاء الرياضي مر في ظروف ديمقراطية، هو أننا اتفقنا على نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى وهي الإشارة على أن المكسب في شخص الرئيس مستعد أنه يعين واحد الجمع عام استثنائي من أجل تكوين واحد اللجنة مؤقتة التي ستسهر على إعداد الجمع العام العادي اللي غيكون فيه انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب. هذه كنقطة أولى وكمقترح أول في إطار التداول اللي داروه المنخرطين. والنقطة الثانية كانت على أساس أن يكمل هذا الرئيس السي رشيد الأندلسي يكمل، لأن فعلا كان هناك إجماع على أن السي رئيس الأندلسي قام بمهامه وجا في واحد الوقيته اللي كان تحل فيه هو الميس رشيد الأندلسي بالشجاعة وتحمل المسؤولية من بعد ما الزيات كان هرب وحط الاستقالة ديالو زاد في ظروف غامضة. وبالتالي جات الفكرة الثانية والنقطة الثانية، وهو أن السي رشيد الأندلسي يبقى كيتحمل المسؤولية على أساس أنه يتم تطعيم المكسب بأعضاء جدد وفعاليات جدد، اللي من الشأن ديال التواجد ديالو إلى جانب رشيد الأندلسي أنهم يساعدوا المكسب ماديا ومعنويا حتى يتم إخراج الرجاء الرياضي من هذا المشكل اللي هو فيه. من طبيعة الحال أعتقد على أنه كاين هناك واحد تفاعل ديال المنخرطين مع المكسب المسير من أجل ترجمة هاتين النقطتين على أرض الواقع. الكل كيشتغل من الموقع ديالو ومن المكان ديالو من أجل تفعيل هاتين النقطتين، وأظن على أنه في الأيام القليلة المقبلة غتكون هناك قرارات صادرة على المكسب المسير التي بطبيعة الحال بعد أن يتم الاتفاق بين كل المنخرطين وكذلك اتصال بعض المنخرطين بالرئيس على أساس أن يخرج القرار ديال الرئيس والمكتب المديري أشمن نقطة أو لأشمن أشمن فكرة، واش الفكرة الأولى والفكرة الثانية هي التي سيتم تفعيلها. وبطبيعة الحال أنا كما كتعرف بأن المؤسسة المنخرط داخل نادي الرجاء الرياضي كانت دائما كتحمل المسؤولية ديالها وكانت دائما كتقول الكلمة ديالها وكانت دائما لها بصمتها ولها تواجدها في إطار العمل اليومي والعمل المتواصل ديال المكتب المديري. وحنا كنعرفوا بأن المكتب المديري ولا الرئيس كل هما منخرطين، وبالتالي هذاك المنخرط شفتي الماء الوقفة ديالو في العملية ديال فاش مشات الفرقة لزومبيا، كانوا لاعبين من زومبيا كراء ديال الطيارة، تحملوا المسؤولية ديالهم بكل جدية. كذلك الآن ملي خرجت الجماهير للشارع، إذا شكون اللي كان خصو يتحمل المسؤولية؟ هما المنخرطين، كان خصو يقولوا الكلمة ديالهم، كان خص البرلمان ديال الرجاء يجتمع باش نحاول أولا نهدئوا الشارع من كنقطة أولى، وكنقطة ثانية أن نلقاو الحل اللي غادي نزيد به درجة، وخصوصا أننا تقريبا في وسط الموسم بقالي 3 شهور ولا 4 شهور يسالي كتلعب الرجاء على مجموعة من الواجهات، خصنا ضروري كمنخرطين وكفعالية رجاوية ندخلوا باش نحلوا المشكل. التدبير ديال هاد المعطيين بجوج بطبيعة الحال كان رهين بالفترة الحالية، التايمينغ اللي جاو فيها الطلبين بجوج التايمينغ يعني استراتيجيا ما يمكنلكش تتعامل معاه، لأن غتجري على المدرب في هذا الوقت وغتحل المكسب المسير في هذا الوقت، وحنا في وسط الموسم وكنلعبوا على مجموعة الواجهات، كنلعبوا البطولة الاحترافية وكنلعبوا كأس العرش وكنلعبوا كأس العرب وكاين الكاف. دونك إذا جيتي تاخذ قرار بهاد الخطورة تاخذه في هذه الفترة هذه غادي يكون عنده تأثير سلبي كبير على الرجاء الرياضي. وبالتالي حاولنا أننا ناخذوا بكاع المعطيات، يعني تخلي تستجيب للنداء ديال الجماهير وأومينتو تحافظ على المصلحه ديال الرجل اللي بطبيعه الحال الكل كيسعى ليها، لا جماهير ولا منخرطين ولا مكتب مسير كيسعى لمصلحه الرجل. السلامي سي جمال السلامي
اللي انا شخصيا ما عندي عليه تم اخذنا تنعرفوا بانه اطار كفء من جهه الرجاء وعنده واحد المسلمه ايجابيه على فريق الرجاء الرياضي. دينا مع الشامبيونه حققنا مع مجموعه ديال المكاسب رغم انه كانت هناك اخطاء كل شيء كيخطا. هو السلمي عنده هذه القدره, هو السلمي عنده هذه القرار هذه المساله هذه كيما اللي كيكون عنده مشكل تيجي تيقول لك انا كنتحمل المسؤوليه, وبالتالي داك الضغط الكثير قدم الاستقاله ديالو. هو قال لك انا ما نقدرش نكمل مع الفرقه غادي نمشي بحالي قدم الاستقاله ديالو. المكسب المسير باش تصيفط المكسب المسير ككل كاين واحد العنصر الاساسي في المكسب المسير اللي هو الرئيس اللي عليه اجماع, الرئيس اللي عليه اجماع من طرف الجميع, من طرف الجماهير وكذلك من طرف المنخرطين وكل فعاليه رجاء تقول لك بان هذاك الشخص المناسب في المكان المناسب لانه جاء وخدم بكل يعني خدم بكل رزانه وخدم بواحد الترجويت اللي هي كبيره. وما زال الان هو متشبت تيقول لك انا بغيتوني نمشي بحالي, راه نمشي بحالي بغيتوني نبقى وانا مستعد نبقى وعندي باش نبقى. بمعنى ان السيد الرئيس كان في مستوى كبير أكد على أنه البقاء ديالو بطبيعة الحال. إلى رجعنا للنقاط اللي تناقشات ولا المقترحين اللي كاينين, المقترح الثاني قال لك ودي أنا راه ممكن نبقى ولكن يطعم المكتب عناصر جديدة اللي يمكن لها تساعدني وممكن لنا نوصل الرجل لبر الأمان حتى تسالي الشامبيون. أنا أعتقد على أن الرسالة اللي يمكن نوجهها للجماهير هو أن عليهم أن يعرفوا جيدا على أن نحن وحدة متراصة, لا جماهير ولا مكتب مسير ولا منخرطين, حنا كنشكلوا وحدة وحدة وهي داك اللوغو ديال الرجاء وهي فريق الرجاء الرياضي, وكتجمعنا حاجه واحده وهي الحب. كل كيفاش كيترجم هذاك الحب وكل كيفاش كيعبر عليه, ولكن احنا وحده متراصة والقوه ديالنا في التلاحم ديالنا. قد يخطا احد الاعضاء داخل المكتب المسير, قد يخطا الرئيس, قد يخطا المنخرط, قد يخطأ الجماهير, ولكن علينا ان نتحمل بعضنا البعض, نتحملوا بعضياتنا ونتصنتوا بعضياتنا ونتعاونوا فيما بعدنا من خلال النقاش ومن خلال إصدار الرأي وتبادل الرأي وإصدار النصح ما بيننا. بهذه الطريقة هذه غتزيد الرجاء قدام.